قال ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإحراطين إن موريتانيا دخلت مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي وصفها بالحادة إثر ما سماه الخلافات التي حصلت بين الموالاة والمعارضة في البلاد على خلفية التعديلات الدستورية. ودعا الميثاق في بيان صادر عنه إلى تغليب المصلحة العليا للبلد على المصالح الضيقة وعدم المضي قدما في تأزيم الأوضاع. وطالب الميثاق بالاعتماد في دستورية أو عدم دستورية الاستفتاء الشعبي المعلن عنه على رأي المجلس الدستوري. ومعنا في الاستوديو محمد فؤاد الهندي رئيس ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراتين. أهلا وسهلا. إذن دعوتم إلى فتح الباب أمام من وصفتموهم بأصحاب النيات الحسنة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. هل وصل الانسداد هذه المرحلة؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شكرا جزيلا على الاستضافة. نختار بادئ ذي بدء نقول عن الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحلطين ضمن موريتانيا الموحدة العادلة والمتصالحة مع نفسها، غير معني بالتجاذبات السياسية ما بين الفرقاء السياسيين في المجتمع، ولكنه لن يقف مكتوف الأيدي عندما تكون هنالك أمور تمس بثوابت الأمة وبالمصلحة العليا للبلد. ونرى أن المرحلة التي دخلتها البلاد هذه الأيام تنبئ بغد قد نخشى منه أمور قد تؤدي بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه، ولذلك أصدرنا هذا البيان، لأن هنالك انسداد تام وهنالك نوع من شحن الهمم وشحن المشاعر في كلا الطرفين في الموالاة وفي المعارضة، وكأننا نتجه إلى معركة كسر عظم تلوح في الأفق وستؤدي إذا ما وقعت إلى أمور لا تحمد عقباها ولا تخدم المصلحة العليا للبلد. لذلك نحن نلفت انتباه الرأي العام ونلفت انتباه الفرقاء السياسيين إلى أن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، ويجب وضعها فوق كل الاعتبارات السياسية وكل المصالح سواء كانت آنية أو ضيقة، وأن هذا هو ما يخدم المصلحة، هو ما يخدم البلاد، وأن كل تنازل يقدم من أحد الطرفين للآخر هو يحسب للطرف الذي قدم التنازل ويحسب كذلك ضده للطرف المتعنت، وأن البلاد في وضعية. لكن هل بات هذا الحل، يعني هل لا يزال هذا الحل قائما بعدما تم إغلاق باب الحوار السياسي؟ هذا الحوار السياسي يمكن أن يفتح بابه في أي وقت، ليست هنالك أمور، لا نعتقد أن هنالك أمور قد حسمت، لا زال هنالك فسحة من الوقت من أجل تدارك الأمور ومن أجل التشاور بين العقلاء، لأن كما تعلمون أن النقاش بين العقلاء نعمة، ولكن والنقاش بين القول كما يقول المثل بين السفهاء نغمة. نحن لا نريد لسياسينا ولا نريد لرجال الدولة فينا أن يكونوا من السفهاء، إنما نريدهم أن يكونوا من العقلاء وأن يؤثروا المصلحة العليا للبلد فوق كل اعتبار. أنتم دعوتم كذلك يعني للأخذ برأي المجلس الدستوري بشأن دستورية أو عدم دستورية الاستفتاء الذي تقرر، يعني الرئيس أكد أنه سيتم تمرير التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء الشعبي، هل لا يزال هذا ممكن؟ طبعا الرئيس عندما يقرر القرار وتكون هنالك معارضة من نوع ما لهذا القرار أو تطعن فيه يلجأ إلى المجلس الدستوري، ولا ضير في ذلك، في المجلس الدستوري نحن يجب أن نحترم مؤسساتنا، وإن كانت المعارضة تقول أن المجلس الدستوري هو مجلس النظام ومجلس الحكم، ولكن يجب أن نحترم أنفسنا ونحترم مؤسساتنا. إذا كنا نحترم الرئيس ونحترم البرلمان ومن خلالهم نريد أن نمرر تعديلات دستورية، فالأجدر بالإحترام هو المجلس الدستوري، لأن المجلس الدستوري له الكلمة الفصل في كل الأمور المتعلقة بالدستور، وعندما نحترم مؤسساتنا فلن نحترم، لن نحترم أبدا. إذن محمد فارو الهندي رئيس ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراتين، شكرا جزيلا لكم.